الاحتلال فعل سرقة لا يقبل التأويل أو التبرير أو الاستعانة بمرادفات أخرى لتلطيف الفعل. باختصار، فعل يقوم على سرقة الأرض من أصحابها. وقيام إسرائيل مثلا قام على اغتصاب الأرض وسلبها من أصحاب الأرض الأصليين، لكن سرقة الأرض امتدت لسرقة التراث والثقافة والتاريخ أيضا. ومع الوقت بدأت الصور تنقل أن اللائحة امتدت لتشمل الممتلكات الشخصية للفلسطينيين أيضا، والتهمة هنا تشير إلى جيش الاحتلال والمستوطنين. في العدوان الإسرائيلي الأخير فضحت الكاميرات هواية جنود الاحتلال في سرقة المنازل والمحال التجارية المغلقة ونهب البنوك والأثار والأجهزة المنزلية والمفروشات ومقتنيات الفلسطينيين، حتى أن أجساد جثث الضحايا الفلسطينيين لم تسلم من السرقة. الأهم أن أغلب هذه السرقات موثقة بالصورة. نعم، وقصصنا لكم في التواصل الكثير من هذه السرقات. أترون هنا هذه الصورة؟ في الفيديو الذي سنتابعه الآن يظهر هذا الجندي وهو يسحب سجادة معروضة أمام أحد المحلات التجارية في جنين، وإلى جواره جنود آخرون، ثم يطويها بهدوء ويذهب بها. ما شاهدناه للتو أثار ردودا عبر منصات التواصل الاجتماعي. مشاري المطيري كتب: لقد سرقوا كل شيء في غزة، من الأشياء التي لا قيمة لها إلى الأشياء الثمينة. الجيش الإسرائيلي ليس سوى عصابة من اللصوص والمجرمين والإرهابيين. المحامي سامح طرفة كتب معلقا: بعد سرقة الأرض كلها شكليات الصهيوني حرامي. صفاء من غزة، وتعليقا على حادث السرقة تشارك ما حدث لها من الجيش الإسرائيلي: لقد داهم الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، تصفه بسخرية. منزل أختي كسر حصالات الأطفال، سرق العملات المعدنية التي كانوا يدخرونها لشراء الألعاب، حتى أنهم أخذوا بدلات الأطفال.